كده يا حسن، كده تعرف اني تعبانة وما تجيش تزورني؟ لا ازاي، ده صبر اول بقى اللي جيت على بلا وشي. طب واقف ليه؟ طمنيني عليك انت الاول يا ست الناس. بيقولوا ابنك في خطر يا حسن. مش مهم، المهم انت دلوقتي بس بتحبني زي زمان؟ ولي من امتى بطلت احبك؟ يعني لو طلبت منك اي حاجة هتنفذها؟ ان شاء الله ارمي نفسي بالشلال زي بتوع السيما. مش انت مبروك وبتشفي الناس يا حسن؟ مالي كنت فاكر كده، طلعت حمار وجاهل. لا ما تقولش كده، انت عالجت مرة واتنين وعندك اللي عند صابر. أنا عايزك تلحق ابننا يا حسن. تلحقوا ازاي؟ شوف علمك بركتك، مش مهم أنا ما تفكرش فيا، المهم اللي في بطني. أنا كل اللي بتمناه إن أنا أولده بالسلامة وبعد كده أروح. مش فارقة. مش فارقة إزاي؟ لا أنت فارقة، وفارقة قوي كمان. اسمع كلامي يا حسن، أنا لو اللي في بطني راح وأنا عشت هموت كل يوم 1000 مرة. أنا كل اللي طالباه إن أنا أولده بالسلامة وأنت تربي. أنت اللي هتربي معاي، وأنا أعرف أعمل حاجة من غيري؟ شوف لي علاج يا حسن. لا لا أنا مش فالح في أي حاجة. لا أنت شيخ ومبروك والناس بتجيلك على حس شفاك لغيرهم. بلاش أنا، هم هنا واخدين بالهم منك في المستشفى. لا هنا في المستشفى عايزين ينزلوا اللي في بطني. أنا لو الواد نزل هموت فيها عشان خاطري. اسمع كلامي حتى لو لآخر مرة، أنا عايزة ابني يعيش، وأنا عارفة إنك هتقدر يا حسن.